مساكم الله بالخير. مع جامعة سكريبت قررت اني اروح للعيال في الخبر، وقلت له بدي اخذ قهوتي واصحصح وعشان شيء عشان ما ارقد في الطريق العادة، وبلشت وطحت في زحمة الرياض اللي ما تنتهي. طبعا عندي امل ان الخبر اقل زحمة ان شاء الله، واني راح اكون يعني في الخبر مبسوط الى ابعد حد، على الاقل راح اواجه زحمة. بالاخير ما طلعت من الزحمة لو قدني مصدع، قررت اني اخذ اسبريسو عشان ما انام فعلا ومسكنا الخط. خلوني اعرفكم على اعضاء الرحله. العضو الاول والواصلي نواف عمر العتيبي، اجمل عتيبي على وجه الارض. طبعا هذه صورة اللي حصلتها، طبعا هو مبتسم على طول ما شاء الله تبارك الله. العضو الثاني عبد الله محمد الدوسري او عبد الله المصارير، سمه ما شئت، لكنه نعم حبينا نكسر اللون مع نواف عمر ونجيب واحد ابيض. العضو الثالث زي ما تشوفون الله يطول بعمره، مدري الله يرحمه، انا اضاحي، شوف لك صوره ثانيه، ضاحي الشمري ونعم الرجل. هذا لو تلقاه يعني في المريخ عشان واحد من اصحابه زايره ما فيش غرابه. الشخصيه الرابعه جانا اتصال هاتفي من سعيد الغرابي، حب يعرفكم عليه. الله الشخصيه فنانتي يا ولد، حي ذا الفرد وذا الشنب وذا العقال اول اما اكبر جرين شوي. الشخصيه الخامسه والمهمه والخطيره جدا، يتحدث عن نفسه، اسمع. يا عذلين الهوى ما يفيد الكلام، مسكين مسكين ما انقد بلي بالغرام. يعطيك العافية أخوي سعود، بس عندي تحدي، إذا جيتك لازم تنفذه، أبيك تغني ذي. آخ يا أبو نورة، آخ دعوة مسافر، عسى الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. المهم نرجع لأعضاء الرحلة الموقرين، والعضو السادس أو السابع ما أدري أنا وين وصلت، أخونا الشاعر نايف الحزيمي. خلاص أغاني أكيد يرتبط معها شعر، لذلك كان هذا مكان الصحيح نايف الحزيمي. صاحب النظرة القتالية والخطافية والأنيق الجميل أحمد الرحيم العتيبي، أحلى تحية للعتبان. تعبون العتبان كثير. شوفوا صديقي القوي الهكر التقني، الحمد لله أنا في صفنا، اللهم لك الحمد أنا مسلم، هذا يملك كل المعلومات، لكن لا يمكننا يفيدك لأنه ما يملك وقت. بس هالمرة كسر القاعدة، وهو اللي بنفسه رتب المنتجع ورتب كل شيء، الله يعطيه العافية. في الختام كان معكم عبد العزيز، البيضة مش أباضة، حاولت واجتهدت، خلوني أكمل الطريق، والله يعطيكم العافية.